ايش عبد الهادي؟ طيب اذا الان هلا اللي بدنا نعمله عندي هاي ميكانيكال لود خليته هون، خليت انا الجير بوكس هون، انا مش راضي عن هذا الجير بوكس حكيت لكم بدنا نحاول نبدل بالجير بوكس حقيقه، انا اللي حاطه هون جين جين رايح وجين جاي وعملنا بلوك، وميزه البلوك هون شايفين ميزه البلوك كيف؟ سكرنا البلوك وخلص نسيته. انا بدي انا مخي الان بده يركز على تفاصيل ثانيه هون، ليش اضل ابلش حالي بهذا؟ هذا خلصته بيجي سكرته عملناه سب سيستم تركنا، اذا انا مهتم فيه بعمل دبل كليك عليه وبفتحه وبشتغل فيه بغير فيه اشياء، احنا بدنا نركز الان هون. هلا بدنا نفتح انا اول شيء انا راح افترض انه عندي دي سي سبلاي دي سي سورس. وخلينا نتاكد اول شيء الفولتج قديش كان الار ام اس فولتج عندي هون؟ 326 مضبوط؟ لما قسمنا 326 بيك قسمناه على جذر التنين قديش اعطانا؟ اظن 230 مضبوط 230 هذا هو الار ام اس فبدي الفولتج اللي بده يطلع الان من الانفرتر بده يكون الفيز فولتج تبعه 230 ار ام اس شوفوا شو راح نعمل الان راح ازيح هلا هذا هون راح ازيح كل الفولتج سورس او حتى بتعرفوا شو راح اعمل راح الغي هلا هذا تماما راح اخذ 2 دي سي سورسز وهم راح اعمل منهم انفرتر هلا مزبوط هذا هو المرحله مش الصحيحه لازم انا ابدا اي سي تو دي سي ودي سي تو اي سي بس انا افترض انه عندي 2 دي سي سورسز فراح ناخذ الان 2 دي سي سورسز نعمل عليهم انفرتر فراح اخذ البراوزر من هون بعدين راح نرجع على السيم باور سيستمز والسيم باور سيستمز راح اروح على الكتريكال سورسز وراح اخذ دي سي فولتج سورس هي واحد وانا راح احط اثنين هلا هو ما في حاجه دائما تحط اثنين بس انا بفضل الكونفنشن عاده بنحط اثنين مره واحد سالني من الطلاب عنها راح احط اثنين من هذول فراح اخذ هذا اعمل له كوبي وراح اعمل كمان واحد بيست راح اوصلهم الاثنين ان سيريز وراح احط هاي النقطه بينهم راح اسميها انا كوما اوكي هلا هذول راح نعملهم راح اعمل الفولتج هلا اظن الحسابات تبعتي صحيحه بس بعدين نتاكد منها راح احط الامبليتيود تبعه 326 اضربوا بالله 326 في جذر التنين عفوا 200 ليش احنا قلنا مضبوط 326 كان البيك مش هيك وقديش الار ام اس بيطلع؟ تقريبا 230 خلي 230 اوكي هي هذا واحد منهم والثاني راح نحوله 230 نعمل اوكي المفروض هذول الاثنين صاروا 230 230 مضبوط نتاكد منها بعدين بنشوف لا في حسابات لازم نعملها حتى نتاكد هلا هذا بدي احط عليه انفرتر هلا كم بلس لازم تكون الانفرتر 6 بلس 3 ار 6 بلس إذا راح نجيب الآن راح نستعمل هلا أظن إحنا بنستعمل أي جي بي تي فراح نروح على اللايبرري براوزر بعدين راح نروح على الباور إلكترونكس بالباور إلكترونكس أظن أنا باخذ أي جي بي تي مش هيك مع دايود وتذكر إنه هذا صار باي دايركشنال سويتش خلينا ناخذ هلا هذا السويتش هون خلينا ألفه ب فورمات ديت بلوك كلوك وايز اوكي ماشي الكل واضح اللي ما اخذش باور الكترونكس او المفروض ماخذين باور الكترونكس بس اللي ناسي ايش عندي الكومبوننتس هون الكونكشنز تبعت الاي جي بي تي عندنا اي جي بي تي في له 3 كونكشنز اللي هم الجيت والكوليكتور ايميتر لاحظوا استعملنا تعبير كوليكتور ايميتر من مين من اي نوع ترانزستور بي جي تي واستعملنا تعبير الجيت من مين؟ من الفت ها؟ فدمجناهم الاثنين مع بعض فاعطاني انسوليتد جيت وبعدين ايش مشبوك معه؟ ليش بنحط دايود مقرر مع بيصير بيت باي دايركشنال سويتش هذا السويتش بيقدر يوصل بالاتجاهين بوصل بهذا الاتجاه اذا انا سمحت له عن طريق الجيت وبوصل بهذا الاتجاه اذا كان الدايود هذا فورورد بايست يعني فورورد بايست من هون لهون فهذا صار كانه زي سويتش باي دايركشنال بس كنترولد كنترول عن طريق الاي جي بي تي سيجنال هون راح نكرر هلا هذا 6 مرات كنترول ايش؟ بي في هلا عندي انا الميجرمنت ما بدي انا ميجرمنت هلا خلص خليني الغي الميجرمنت بورت فصار عندي راح الغي الميجرمنت بورت هون
هلا ايش راح اوصل؟ راح اوصل الايميتر هذا مع الكوليكتر اللي موجود هون، وراح ننسخ هاي كلها كمان ثلاث مرات. خلينا نزيح هاي شوي لهناك. راح نحط هذه هون. طيب بعدين بدنا كمان واحدة ثالثة. هي احنا شو بنينا الآن؟ 6 بلس 3R انفرتر. راح تاخذ دي سي سورس من هون، هي هذا 300 قضيه، حطينا احنا 230 مش هيك؟ 230. هلا راح اشبك هدول الثلاثة مع بعض وهدول الثلاثة مع بعض، وراح يصير هذا هو دي سي. إذا خلينا ناخذ هلا هذا الكوليكتر، راح اشبكه مع هذا الكوليكتر. بعدين راح نشبك هذا كمان معهم. هذا راح يكون البلس تبع الدي سي بس. هلا هو الدي سي بس في الواقع ما راح يكون هيك، ايش راح يكون؟ جاي من 6 بلس ريكتيفاير، اذا كان 3 فيز سورس. بس احنا هلا هون كمرحله انترميديت حتى نسهل حالنا، راح ناخذه انه جاي من دي سي سورس، ايديال دي سي سورس. راح نشبك هذول هيك هذول هيك. هلا راح ارفع الفولتج سورس لفوق. هي عندي هذا هلا هون وهذا هيك. هلا هذا جاهز. هلا طبعا بس ناقصنا ايش؟ كنترول سيكونس. الكنترول سيكونس ها؟ ما عنديش انا لسه. هاي هذول داخلين على الجيت، هذول داخلين على الجيتس من هون، فلازم نجيب الان 6 بلسز بدنا نجيبه من بي دبليو ام. خلينا اول شيء اشبك المحرك، بدنا نرتب هذه من هون. المحرك هون، خلينا نرتب هاي. اوكي هي هيك المحرك شغال. هلا جاهز المحرك، اخذ له A و B و C. هلا الترتيب راح نرتب هذول، راح نرقمهم، بتحبوا نرقمهم نرقمهم 1 2 3 4 5 6. نعملهم هذا الترقيم زي ما كنا نعمل دائما. هذا راح نسميه 1، هذا راح نسميه 2، راح نسميه 3، 4، 5 و 6. من وين اجى هذا الترقيم؟ هو السيكونس اللي راح ينعمل لهم فارق فيه، يعني راح اعمل 1 bar T bar S R bar T S bar. زي رسمته راح تلاقي كأنه جاي سهم هيك وسهم هيك بهذا الترتيب. طيب نشبك هلا هدول، خليني اخذ هذا اشبكه على A، وهذا راح اشبكه على B، وهذا راح اشبكه على C. اوكي اذا هذا هلا هذا الجزء جاهز عندي هون شغال. هلا ضل بدي اعمل البلسز، فراح اجيب بي دبليو ام جنريتر. بي دبليو ام جنريتر خلينا نجيب اللايبرري تبعتها، موجوده اصلا في ال موجود في الكنترول بلوكس. نعم انا اللي مبسوط حالي اني بعرف واعرف وينها بس عشان هلا هذا البلوك، هذا البلوك عباره عن بي دبليو ام جنريتر، بيعمل جنريتر للبلسز بلس ويث موديليشن. متذكرين ليش استعملنا بلس ويث موديليشن بالانفرتر؟ عشان نخفف هارمونكس في الاوتبوت. تمام اذا الاوتبوت، لاحظوا هلا هذا الانفرتر مين بده يغذي؟ المحرك. هذا المحرك المفروض هو ايش متوقع يدخل له السيجنال؟ الفولتج اللي بده يجيه من هون ايش لازم يكون؟ ساينوسويدا مش هيك؟ اي سي بس ساينوسويدا، مش سكوير ويف او بوزيتيف سكوير ويف، ساينوسويدا. هلا المشكله انا هدول ما بقدرش، هذا مش مالتي ليفل انفرتر، متذكرين مالتي ليفل انفرتر مش هذا، هذا بي دبليو ام انفرتر. فراح يطلع عندي الاوتبوت من هون، راح تكون الفولتج يا اما بلس
في اس يا ماينس في اس مظبوط حسب الاوتبوت اللي بيطلع عندي من هون. اذا هذا راح يعمل بلس ويد موديليشن. هلا انا اول شيء راح اعمله لاحظوا شايفين هاي السيجنال اللي جاي من برا هاي بتسمح لي اني ادخل انا سيجنال من برا يعمل لي عليها ينسخها او ممكن يعمل انترنال جنريشن. المرحله الاولى راح نعمل انترنال جنريشن. فاللي راح اعمله الان هلا راح اعمل انترنال جنريشن اعمل اوكي وارد افتح مره ثانيه. هلا اذا بتطلعوا هون راح تشوفوا عندي هون كارير فريكونسي. في عندي كارير فريكونسي اللي هي تراينجلر ويف فورم. تراينجلر ويف فورم اللي برسمها عشان اعمل جنريشن للاوتبوت. الموديليشن اندكس بحدد لي الفولتج اللي بيطلع اذا كانه واحد معناه بكون كانه عندي الفول فولتج، اذا كانه اقل بيكون هذا هو الامبليتود تبع الساينسويد. الفريكونسي طبعا هاي لازم اعدلها مباشره هلا ما ننسى لازم تكون 50 لان احنا كل شغلنا على 50 هاي 50 والفيز انا ما بهمنيش هلا الفيز ما فيش شيء ياثر عليه. هلا هتاكد انه هاي صحيحه هاي مش صحيحه لان هاي 12 بلس انا ما عندي 12 بلس ريكتيفاير. ليش بنستعمل او عفوا 12 بلس انفرتر مش ريكتيفاير؟ اذا هذه بدي اخذ 3 arm 6 pulses. 3 arm 6 pulses. 3 arm يعني كل واحد اثنين من هدول كل زوج من هدول سميناه arm. هي ذراع وهي ذراع والذراع الثالث و6 pulses راح يطلع 6 pulses مختلفة لهدول ال الاوتبوتس. دكتور نعم ليش قلنا ال 0.4؟ لا ال 0.4 راح اغيرها راح احط هلا واحد بعدين راح نشوف ليش بدنا نغيرها ليش نحتاج نغيرها. هلا راح نحطها واحد وهي خلينا احطها 1000 عشان تكون مضاعفات ال 50. هلا الكارير فريكونسي وعلاقتها اذا متذكرين بتاثر على الهارمونكس. انا بعتذر من الناس اذا ما حدش ماخذ معي باور الكترونكس. في حد مش ماخذ باور الكترونكس؟ مين ما اخذش معي باور الكترونكس؟ طيب انا بحكي مرات عن اشياء هم ماخذينها معي بالباور الكترونكس بس بتحاولوا انتم تتابعوا من الفيديوهات السابقه ها؟ او اذا في شيء مش فاهمينه وقفوني ما في مشكله. كارير 1000 كارير 1000 هي 1000 اللي هي بتكون 20 ضعف وهي بتاثر على الالف راح ياثر على الهارمونكس اللي بتطلع بالاوتبوت. فوجدنا اذا بتتذكروا كانت الهاي ضعف تبدا الهارمونكس من ضعف الكارير فريكونسي تبدا الهارمونكس. اوكي هي عندي واحد هي هيك احنا جاهزين. اذا الان هذا راح يعمل جنريشن لاوتبوت مقداره 50 هرتز او الفريكونسي تبعت الفاندمنتال 50 هرتز الكارير 1000 والموديليشن اندكس واحد. هلا انا بدي اتذكر هلا لازم نعمل دي مالتيبلكسر الكل فاهم ليش دي مالتيبلكسر هون عندي هذا الاوتبوت واحد لكن هو فعليا مخبى بداخله 6 او 3 حسب الهاي مش هيك؟ يعني حسب انت ما بتختار هون راح يطلع عندك عدد من البلس اوتبوتس. اذا انت اخترت من هون 12 بلسز قديش راح يكون كم خط في داخل هذا مخبى؟ 12. اذا عملت هذا مثلا 2 ار راح يكون عندي 4 اذا متذكرين الباي بولر واليوني بولر هي هدول هون اذا عملته 4 راح يطلع معي 4 اوتبوتس. إذا عملته 2 رح يطلع، هذه اتس كومباكت فورم، طريقة كومباكت إني ما أحطش خطوط كثيرة بضل شكل البلوك نفسه ما بتغير، لكن هو كونتكست دريفن بيعتمد على أي منيو، بيعتمد على المنيو هاي، إذا غيرت المنيو هاي اخترت شيء مختلف، شو بصير هون عندي عدد الأوتبوتس؟ طب ما هو سلك واحد، هو طالع سكل واحد مرسوم، بس هو فعلياً في داخله، ولذلك شو بنسميه هذا اللي بيكون في عدد من الأسلاك كثيرة؟ بس بس مش بيطلع عندي بس أو مالتي بلكس سيجنال. إذا هون راح نرجع هذا الآن ل 6 بلس، هلا الآن بدي مالتي بلكسر يحول لي من 1 ل 6 دي مالتي بلكسر. نعم هلا أنا مش متذكر الترتيب هلا بنشوف هلا بنشوف كانت إيش؟ بس هذاك كان بالفايرنج مش بالبي دبليو إم بالسينكرونايز 6 بلس جنريتر كان هيك بس أظن هون خلص بحطهم 1 2 3 4 5 6 أظن هلا بنشوف صحيح هون ما بصير نستخدم الباص سيلكتر اللي احنا بنستخدمه هلا ما اظن الباص سيلكتر بينفعك هون او بفيدك بس خلينا نجرب ونشوف انت قصدك احط باص سيلكتر زي اللي حطيته هون هلا اظن الباص سيلكتر لازم يكون السيجنالز مسميين لهم اسماء الدي مالتيبلكسر بعطيني اياهم واحد واحد خلينا نجرب ونشوف نستخدم باص سيلكتر ونشوف اذا بزبط معنا لو اخذت هذا الان في اشياء شكلهم زي بعض الباص سيلكتر والدي مالتيبلكسر نعم طب لو استخدمنا بعد الموتور استخدمنا الدي مالتيبلكسر بزبط ولا لازم نروح بس سيلكتر؟ اظن بزبط اظن بزبط بس اظن الباص سيلكتر بيساعدك انك بيعرف لك اسماء السيجنالز تقدر تختارها اظن انه بزبط خلينا نجرب نشوف خلينا نجرب هون استعمل باص سيلكتر واشوف اذا كانه بزبط ولا بعطيني خطا لو شبكت هلا هذا هون ما بعرفش اذا كانه بزبط هلا هو ماخذ اسم ميكانيكال روتر سبيد وميكانيكال الكترو
خليني استخدم هلا دي مالتيبلكسر وبعدين انتم جربوها شوفوا اذا بزبط معكم تستخدموا بس فرح اجيب انا دي مالتيبلكسر. دي مالتيبلكسر رح نروح على اللايبرري براوزر نطلع على السيميولينك من فوق وناخذ مثلا كومنلي يوزد بلوك بلوكس. لاحظين شكلهم كيف بيشبه بعض؟ هذول التنين او هذا وهذا وهذا وهذا. هلا احنا اذا عاده اذا كنا بتوقع اذا كنا مسميين الاسماء ومعروفه بامكاننا نختار نسميهم ونعطيهم اسماء او العكس، بس بالحاله هاي احنا رح ناخذ بس دي مالتيبلكسر. دي مالتيبلكسر شو بيعمل؟ باخذ بس داخل عليه له عدد من السيجنالز وبفرزهم فبقدر افرز السيجنالز طلع. فرح ناخذ احنا دي مالتيبلكسر وبدنا لها 6 اوتبوتس فهي رح اقولها 1 ل6 وبعدين رح ننزلها هون. هاي عندي هاي صارت 1 ل6 نكبرها بهذا الشكل صار. هلا بدنا نتذكر الترقيم، خليني حتى اتذكر الترقيم بس افتح الفايل الثاني. توقع نفس الترقيم. نفس الترقيم اللي احنا حاطينه ولا بحط 1 2 3 4 5 6؟ 1 ل6. لا دكتور 1 4 عادي يعني. 1 4 5 1 هيك وهيك هيك وهيك هيك وهيك اظن هيك مضبوط. اه احنا راح ناخذهم هيك وبعدين نشوف. فراح اخذ اول واحد اول سيجنال من هون راح احطهم هون، ثاني سيجنال راح احطهم هون. يا خسارة الترقيم مش هيك؟ على الفاضي الترقيم هذا مش مشكلة. أول واحد راح احطه هون، ثاني واحد راح احطه هون، ثالث واحد. هلا ليش ايش القاعدة؟ بدك ترجع للمانيوال، ما في قاعدة. بدك ترجع للمانيوال تبع السيميليك وتشوف على أي أساس مشبوكين. هلا أنا حسب ما بتذكر أظنهم مشبوكين هيك، هلا بنشوف إذا ما زبط معنا. فراح آخذ أول واحد هذا حطه هون، هي أول سيجنال. وفي طريقة نسميها مش هيك؟ كونكتر أظن اسمها. شوف إذا بقدر أحط كونكتر. بدي اجيب السيجنال بدل ما اضل اشبك الخطوط، في عندي طريقه بقدر اني احط اسميها واشبكها من الجهتين. اظن هي بالسيجنال راوتينج. نشوف السيجنال راوتينج هي اظن هاي. خلينا نجربها ونشوف اذا بتزبط معنا. راح اخذ هاي احطها هون، بعدين راح اخذ وحده ثانيه زيها بعرفش اذا بتظبط ولا. هلا بنشوف. نجرب هاي، خلينا نجرب البقية. راح اعمل بقية عادية وبعدين بنشوف اذا ظبطت بنحولها. هاي هاي. هاي الخامسة. وهي آخر واحدة. لأن الخطوط هذول مش مرتبين شكلهم. هليك المفروض احنا جاهزين إذا توصيلاتنا مضبوطة. بتبين معنا اذا المحرك تحرك او اذا هون طلع عندي سرعه. خلينا نجرب نشوف. اللي فوق ايش عندنا كانت السرعه؟ هي سرعه. التورك هذا احنا بعد ما ضربناه مش هيك؟ 1000 نيوتن متر بعد ما ضربناه في الجير بوكس مضبوط. والسرعه كانت 2 راديانز بير سكند. اه شوفوا شو بدنا نعمل شغله بس نتاكد نشوف ايش. خلينا نشوف الويف فورم اللي طالعه. فراح نجيب اوسيلوسكوب
خلينا نعمل ستوب. راح اخذ هذا هلا كوبي. راح اجيب فولتج سورس، خلينا نحط فولتج سورس. ايش رايكم نقيس الفولتج اللاين فولتج اللي داخل على المحرك؟ راح اخذ مثلا اللاين فولتج ما بين A و B. او نشوف الكرنت، تحب نشوف الكرنت؟ خلينا نشوف الكرنت اللي داخل. فالكرنت حتى اعمل كرنت لازم اجيب فولتج سورس. فراح نروح على اللايبرري براوزر نجيب ميجرمنت من السيم باور سيستمز. هاي الميجرمنتس واحنا بدنا كرنت ميجرمنت. خلينا نبدا بكرنت ميجرمنت نطلع على شكل الكرنت. فالكرنت بدي احطه الان ان سيريز مع المحرك هون كله بالترتيب. بقى انا طلعت راح انزل الجي واي تحت. هاي الكرنت ميجرمنت نفتح اي واحد منهم. لو فتحنا سي راح اخذ سي اعمل له روتينج في الكرنت ميجرمنت هون. الاوتبوت راح اخليه يرجع يكمل على سي هيك. والسيجنال هاي راح ناخذها هيك. جاهزين نعمل run. خلنا نخفف الزمن. اوكي عم بيطلع معنا شيء ساينس، شيء بشبه الساينسويد بشكل عجيب شوي بس بشبه الساينسويد. لو جينا طلعنا على هاي الويف فورم، طبعا ايش اللي صار في البدايه وايش صار بعدين؟ ستارتنج كرنت عالي بس رغم ذلك عماله بعطيني شكله ساينسويد، ما عم بعطيني الار ام اس فاليو تبعه او عم بعطيني شكل الكرنت. هلا اذا بتطلعوا هون شو بتشوفوا في شكل الكرنت؟ خلينا نعمل زوم اكس اكسس. فيها ستيبس. ستيب. كيف ممكن اخفف منها هاي؟ المفروض انه تزيد الكارير فريكونسي. تمام اوكي خلينا نحاول نزيد الكارير فريكونسي نشوف اذا بتحسن عندنا الوضع. فراح نيجي هون على الكارير فريكونسي اعملها مثلا 2000. 1000 قليل. احنا قديش كنا نحكي نستعمل؟ 14 كيلو هرتز. خلينا نستعمل هلا 2000 ونشوف اذا بتحسن شكل الويف فورم. احسن شوي الى حد ما احسن. طبعا هاي بامكانك تاخذها وتحلل الهارمونكس اللي فيها. كيف؟ كيف تطلع الهارمونكس اللي فيها؟ الفيرست توتال هارمونيك ديستور. عفوا الفيرست هارمونيك بتطلع الفيرست هارمونيك والثيرد والفيفت. واذا طلعنا عليها الان رح نشوف. اوكي اذا هاي انا مش شايفها اختلفت عن ال 1000 اختلفت. طيب نرفع كمان الفريكونسي او خلينا نطلع الان على الفولتج. ايش رايكم نطلع على الفولتج بين A و B او بين بي وسي؟ فراح نجيب هلا فولتج سورس فيو ناخذ فولتج ميجرمنت اد تو جيرد. هلا هذا الفولتج ميجرمنت راح احطه هون. راح اخذ الان من بي بدك اللايف فولتج. راح احط اللاين فولتج. ما فيش عندي طريقه واضحه اقيس فيز فولتج مزبوط. ما فيش عندي ستار بوينت. فراح اخذ هو اصلا جماعه الباور ما بيأمن شيء اسمه فيز. هم كله تعاملهم لاين كرنت ولاين فولتج. ما فيش يعني نادرا واحد يحكي يقول فيز. اذا ثري فيز سيستم نحكي دائما عن لاين. وعندي النقطه الثانيه بقدر اخذ هاي النقطه مش هيك؟ قبل الاميتر وبعد الاميتر ما بيفرق. دكتور هاي هاي السيجنال صحيح بدناها مش هيك قصدك؟ ناخذ هاي النقطة هون ولا ناخذها قبل؟ خلينا ناخذها قبل بس حتى تكون ما نلخبطش حالنا. فراح ناخذها هاي النقطة هون.
فصارت هاي بي وهاي سي مش هيك؟ واللي هي نفس الشيء نفس الشيء ما بتأثر نفس الشيء. اوكي؟ هاي مشبوك صار عندي الفولتج كمان، خلينا الفولتج نشبكه على نفس الاوسيلوسكوب. في عنا اشي غلط في البلسز ما عم بعمل بلس ويت موديليشن مظبوط؟ او احنا شاكينهم غلط في الترتيب. طيب خلينا نطلع اول شيء على الفريكونسي، هل الفريكونسي صحيحه؟ الفريكونسي كانها صحيحه مظبوط؟ لا بتطلع عندي 0.05 مظبوط؟ اذا بتطلع هون 0.05 الفريكونسي 0.2 اللي هي 20 ملي سكند لانه 50 هرتز راح تكون تقريبا هيك مظبوط؟ هاي في عندي ويف فورم كامل في الفريكونسي صحيحه، بس في شيء غلط او انه الموديليشن اندكس عالي مستخدمينه. خلينا نتاكد نطلع نشوف ايش الغلط عندنا. السيكونس غلط نعم مش بكم بالترتيب واحد. طيب شوف شو راح نعمل هلا حتى نتاكد انه التشبيك تبعنا صحيح، راح نحطهم على السكوب او خلينا نطلع على الفايل الثاني. انا في عندي فايل جاهز بس ما بدي افتحه. ايوه مظبوط، هي واحد اثنين مظبوط ثلاثة أربعة خمسة ستة. هلا ممكن يكون الموديليشن اندكس عندنا عالي، خليني انزل الموديليشن اندكس ونشوف. فراح اغير الموديليشن اندكس هون انزل ل 0.8 مثلا. لا بس بالفريكونسي واحده المفروض يغير بسايكل واحده ب 50 ب 20 ملي سكند لازم تغير الاوتبوت. طيب شوف شو راح اعمل، راح اخذ الفايل الثاني. خلينا نعمل رن للفايل الثاني ونشوف. راح اسكر هذا. طيب حطيتها السايكل الجوت ولا دخل؟ معقول هي لا دخل، هي عم تسبب المفروض ما تسبب مشكله بس خلينا اشوف. قلبي هاي هيك قلبي هاي هيك مش هيك نتاكد كمان من السيكونس. هلا احد الاشياء ممكن نعملها كمان نتاكد البلسز نحطهم على السيلوسكوب ونتاكد انهم جايين بالترتيب الصحيح. هلا اذا طلعنا هون عندي هي واحد مظبوط، هي راح الاول، هي راح الثاني، هي راح الثالث، راح الرابع، هي الخامس مظبوط، وهي السادس، هيك صحيح مظبوط؟ نفس الشيء الماضي. طيب اذا رح اوقف هذا هلا هون، انا اطلع الفايل الثاني اشوف اذا احنا غلطانين بشيء ثاني. هون لازم اعمل نفس الشيء، هي عندي هون رح اركبه مضبوط. راح اعمل بالاول، راح اخذ اول شيء البلسز نطلع عليهم. خلينا نحط هون الاوسيلوسكوب. هلا راح اعمل راح اخذ هذا الاوسيلوسكوب واشبك عليه البلسز. خلينا ناخذ مثلا واحده من البلسز هاي، خلينا نعملها. هي واضح انه الفريكونسي هذه اعلى مضبوط. Pause.
هاي واضح في عندي بلسز اعلى. اوكي ماشي متذكرين هذا شكل البلسز راح يطلع عندي، وعندي فريكونسي عاليه قديش استخدمنا احنا مثلا 200 2000 هرتز. خلينا نشوف هون احنا شو مستخدمين. يعني هذا زي ما نطلع عليه هون هذه 50 هرتز، والكارير فريكونسي كان فريكونسي 1000 نفس الشيء يعني زي ما قلت في شيء غلط هناك في الدائره. خلينا نرجع عليهم نطلع نتاكد ان البلسز عم تطلع بشكل صحيح. هل هذا اخذ دكتور بالانترنت ولا لا؟ لا ما اظن، ما اظن المفروض صحيح. هلا كل حدا بنشوف هاي الدائره تبعتنا الاصليه مضبوط. مرة ثانية رجعنا نتأكد من هون إن حطينا إحنا كارير فريكونسي 2000 وديليشن إندكس. دكتور على الـ IGBT الأول مثلا 1 × 4 مش لازم. صح لا مضبوط مضبوط. خلينا نحط التلسكوب هذا نشبكه هون. دكتور لو دخل الكونتينوس أو الديسكريت لأنه هناك ديسكريت. قديش إحنا مستخدمينها هون؟ هو مستخدم كونتينوس، المفروض كونتينوس يغطيها ما فيها مشكلة. إلا إذا كان أوسيلوسكوب ما بعرف ما أظن. أوسيلوسكوب هون ليش مستخدم السامبل تايم؟ عدد كبير من السيجنالز. جربها. طيب هي كل 20 ملي سكند 2000 مرة عملت. عشان هيك هلا بدي اعمل زوم. خلينا نعمل هاي بوينت 1 نعمل رن. هلا عندنا سايكل واحدة، وين راح تكون سايكل واحدة؟ هاي مضبوط؟ لازم كل شيء يتكرر خلال 20 ملي سكند. طلع هلا هون عندي هاي 20 ملي سكندز. راح اخذ المنطقه هذه هيك. عم بشتغل مضبوط معنا مضبوط. اذا بتطلع هون راح تلاقي هاي هون العرض تبعها عماله يكبر، وانا المفروض بصغر مره ثانيه لحد ما يوصل وين ال 20 بوينت او 2 هون 20 مضبوط. شايف العرض هون اعلى شيء هناك اقل. اذا زدت الموديليشن اندكس نرفع الموديليشن اندكس لواحد، خلينا اخفف شوي الكارير فريكونسي عشان نشوفها. يعني المشكله كانت في السامبل تايم، ما بعرف اذا هي السامبل تايم ولا لسه هلا مش عم يشتغل. هلا بنشوف يعني مرات بتكون السيجنال صحيحه بس احنا لما نحطها على سوسكوب ما بنشوفها، بس ما بعرف اذا هي المشكله ولا لا. هلا بنشوف نعمل هلا زوم على سايكل كامله. هي سايكل كامله هون، راح اعمل زوم على الاكس اكسس، بعدين راح اغير السكيل من هون عشان اقدر اشوفه. راح اعمل السكيل من ماينس 0.2 ل 1.2. اوكي هي واضحه السيجنال. اذا هاي هي البلس ويك موديليشن سيجنال اللي عمالها بتروح. هلا عندي هاي سايكل كامله 20 ملي سكند مضبوط. فتطلعوا هون شايفين هاي الفترة لازم تكون في عندي هون كأنها
بوزيتيف 180 درجه، والثاني راح تكون نيجاتيف. بتلاحظوا فتره البوزيتيف وين ايش صار هون؟ فيري وايد. وهون فوق رفيعه وتحت. تذكرين هذا السويتشينج؟ هلا هون السويتشينج طبعا بيعتمد على اوضه، لسه ما عرفناش شو راح يطلع معنا اذا كان باي بولر او يوني بولر. بس هو عندنا هي هذه هون صغيره كبرت. اذا هاي صحيح السويتشينج هون ما في شيء غلط. خلينا نطلع مره هلا على الويف فورم، على الفولتج ويف فورم اشوف. حاطينها لسه هون مضبوط. شوف عندنا 20 هاي بوينت 01 هاي بوينت 02. بس هاي ما تغيرت معنا. ايش هذه كانت؟ هاي الفولتج اوت مضبوط. الفولتج اوت ما عم تغير معنا. في عندي مشكله ما بعرف شو هي. اتفضل.